اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الصراحة راحة اليوم صراحة ضيفة الحلقة ضيفة من نوع خاص ضيفة عندها قصة قصة مؤلمة رحلة عذاب ورحلة البحث على ولادها جوج توام اللي وسط واحد العائلة معروفة معروفة جدا لكنها تفاجات بان اولادها توان تسرقوا لها تخيلوا معي مشاهدينا الكرام ام نفيسه كتفيق كتلقى جوج وليداتها ما كاينينش تسرقوا ومنين سولات العائله المعروفه قالوا لها ما شفناش الزحويجك وخرجي علينا للزنقه وخرجات للزنقه وكانت المعاناه الضيفه أه اليوم معنا البطله باهجه ديال هذه القصه اللي غتعاودها لنا من الاول حتى الاخير بغيكم كاملين ترحبوا معايا باختي باهجه اختي باهجه مرحبا بك ربي يخليك الله لباس بوا. عليك الحمد لله كل شيء مزيان الله يبارك فيك أه القصه ديالك من الاول كيفاش بدات من الاول حيت انايا من ممتازة و ديال البنات وولد واحد <applause> كنت انا كنقرا في البيت الثاني وهو يقول لي الوالد خصك تمشي تخدم جاب لي من هما <applause> جابوني عند عائله اوفخير ما عقلتش ما بين 93 و 94, 94 هما كانوا يلاه خرجوا من الاعتقال فاش كانوا معتقلين صافي خدمت عندهم في الدار عادي بحال العاده صافي واحد النهار وهي لي مدام اوفخير مرت لي اوفخير قالت لي خصك تمشي تجيب الخبز من المخبزه في مابيلا خرجت انا مع ديك التميه د الليل مشيت جبت الخبز شدني واحد السيدة هز عليا موس وزيدني معاه التقدم صافي ما جيتش داك الليله كامله وملي جيت الصباح قالت لي مدام اوفخير مرت للجينيرال قالت لي فين كنتي وقلت كنت عندي واحد السيده صاحبتي بيتها معها صافي قالت لي دخلي ما قالت لي والو ما ما تسوقتش ليا لان انا غير خدامه ما يمكنش تقول لي لا فين كنتي ولا فين جيتي صافي ومن بعد مني بان شي ما قلت لها والو بني ما تكرشي قالت لي صافي غتولدي ابقاي معنا تتولدي واخا بلاتي كيفاش حتى خدمتي بعدا مع العائله ديال الافقير جابني الوالد واحد السمسار السمسار هو اللي كيعرف الوالد هو اللي جابني جابو عجبني أه من تازه للرباط كانوا ديك الساعه وما يلا خرجوا من السجن يلا خرجوا من الاعتقال مم. يعني من بعد ما خرجوا من الاعتقال كان خصهم خدامه في الدار أه. جابوا بهيجه عن طريق السمسار وعن طريق الاب ديالها اللي بغى يتاجر فيها وجابها تخدم عند الناس باش هو يتخلص على ظهرها خدمتي مع دوك الناس قلتي واحد النهار خرجتي تعرضتي آه. للاغتصاب الاغتصاب خرجت تسخن نجيب الخوت بحالي بحال الناس اللي كيقول لك هما يا شي وحدين كيقول كي لك على هما عندهم الشيفور ما يمكنش يخليوك تمشي بوحدك سي يلاه خارجين من الحبس ما عندهم حتى شي حاجه ما عندهم لا لاش... شيفور لا والو 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 خرجتي انت تسخري بالليل خرجت نسخر بالليل مع التسميه ديالي في مابيلا راه معروف كل شيء تما في مابيلا نوريكم البلاصه وكل شيء شدني السيد هز عليا موس انا صغيره عندي 13 عام زدت معاه هز عليا مشيت معاه مع التقدم واحد البلاصه خايبه صافي في الصباح انا كنسمع الولد اللي معاه كيقول له التقدم ما التقدم بقيت عاقله صافي من بعد مني الدار شحال كان في عمرك ديك الساعه باش كانت عندي 13 عام يعني 13 سنه اه 13 سنه هز عليك موس قال زيدي معايا آه معاي. قال لي زيدي معايا قلت له علاش درتي لي بحال هيدا هو يقول لي انا كنت كنشوفك كنت كنشوفك حاطه عليك العين زعما كنشوفك من قبل اه <applause> صافي مشيت معاه بالتا الصبح معاه ومن بعد جيت في الصبح ما قالت لي مدام اوفري مرت الجينيرال والو ما قالت لي حتى شي حاجه قالت لي دخلي فين كنتي قلت لها كنت بايسه عند واحد البنت صاحبتي ما قالت لي والو قالت لي دخلي مني بنت كرشي عاد سولتني مني جا كاش قلت لها ما مشاو معايا لا البوليس لا حتى شي حاجه ما داوها فيا ما حتى شي حاجه بقيت عندهم تاولت ولدت شهور وانا عندهم صافي ومن بعد كانوا كيتبعوا لي مع الطبيب ديالهم 10 الدكتور 10 ملي خرجوا من الاعتقال <applause> بعضهم من نخرجوا من الاعتقال هو آه، اللي كان كيدوز لي مخرجو من الاعتقال سابقا كتدوز لي كتراقب لي كرشي عندهم في السويسي <applause> باردون من بعد صافي بقيت معاهم حتى حتى كبرت ليا الكرش ومن بعد ولدت في السويسي في الرباط مه. مني دخلوني ولد في الرباط ماشي زعما دخلوني داك البلاصه في داك لا ريسيبسيون ما مشات حتى شي واحد مشات ماريا اوفقير وانا مدام اوفقير شاد ليا في الدقه اللي وقفي من مه. بعد دخلوني فين ولدت ولد, ولد ولدوني جوج اطباء مغاربه وواحد افريقي مه. صافي مني ولدت خرجت مشيت معاهم بقيت معاهم في الدار مه. من بعد مني بقيت معاهم في الدار صافي اه شديتهم ماريا افقير دوشت ليهم قدت ليهم وخدت لهم جوج كونات وهي تقول لي تعطيني هاد الولاد قلت لها ما غاديش نعطيك الدراري لان غنديهم لدارنا كيما هما اللي تحملوا المسؤوليه هما اللي جابوني عندكم صافي ومن بعد ويتقول لي ماريا اوفقير هاك شربي واحد الكاس داتاي حيت نتي نفيسه خصك تشربي كاس داتاي حيت ملي كيكونوا خصك تشربي شي حاجه سخونه شربتها نعستي هي ديك الصباح مني فقت في الصباح لقيت ماريا افقير والطباخه عاشوره اللي كانت معتقله معاهم في السجن لان هي ما قال ما, ما كانش غتمشي للحبس ولكن قالت خصني نمشي مع الناس ديالي صافي بقيت كنغوت انا كنبكي وكنتمرمط في الارض كانوا معايا جوج خدامات صحراويات من هذا المنبر الا كانوا كيتسمعوا لي يشهدوا بالحق مني خرجت مدام اوفقر من بيتها لقاتني كنبكي انا وتنغوت في الارض على الدراري وهي تقول لي تهزي حوايجك وتمشي بحالاتك خرجت انا الزنقه مني خرجت للزنقه مشيت عند عند اختها اللي هي جات عندها مدام افقر وهي تقول علاش دخلتي عرفتي انا داير الدراري ودخلتها وهي تقول لها انا ما يمكنليش نخرج لبنت صغيره وزعما وعاطيه العين ما نخرجهاش لدي ياكلوها وهي لي عندو واحد الطبيب معروف في السويسي هو اللي كيقري الاساتذه في السويسي طبيب كبير خدمت عندو في الدار بلا ريال بلا جوج مو خدات ليا شرات ليا زوجها ديال الذهب والسلسله خدمت عندهم عامين ما كانت تخلص ما حتى شي حاجه من بعد بقيت هذيك هي قصتي كنخدم عند عباد الله 14 عام ما شفت والديا كنخدم عند الناس فابور دوزوا عليا العذاب الشديد وكانوا كيحتقروا لي شي حوايج خايبين باش ما نبانش ولكن ربي كبر على اللي بنا اللي مزيان راه مزيان كيبان عند الله دابا على ما فهمنا منك انك منين تغتصبتي ورجعتي للدار استقبلوك قال لك صافي ماشي مشكل جلسي آه. من بعد ولاش كتبان كرشك اه بانت كرشي سولتني مدام افخر قلت لها شنو واشني ما قالت لي والو ما داتني البوليس ما مشات معايا ديكلاريت شي حاجه بقيت هيداك حت... قلت لها راه تعرضت للاغتصاب قالت لك آه. واخا جلسي ماشي آه. مشكل آه. آه. ما قالت لي حتى حاجه ما غوتات عليا ما قالوا لي والو بقاو صابرين حتى آه. ولدتي ولدت عندهم في الدار كيديوني عند يعني الطبيب اللي قلت لك هو اللي كيراقب لي كرشي في الطبقه الرابعه في السويسي سميتو الدكتور عاشور قبل ما نذكروا اسماء واخا جلسي بقاو صابرين عليك حتى ولدتي تولد. في اشاره لانهم عندهم نيه مبيته قالو آه. قالوا تتولد وديك الساعه غادي نروح حنا شغلنا آه. من بعد ملي ولدتي قلتي جيت للدار عندهم جيتي للدار جبتي معاك آه. دوك التويميين اولاد آه. ولا بنات؟ ولاد اولاد آه. جبتيهم معاك ايه جلستي في الدار آه. ما كانوش كيتعاملوا معاك مزيان لا تعاملوا معايا مزيان في الولاده وديك الشيء تعاملوا معايا مزيان صاوبوا لي داك الشيء وكل شيء تقول لي تنقت ماريا افقر بعد دات دوشت لهم مال وشرت وشرات لهم الكونه وديك الشيء عصوما راقبوني مع الطبقه اللي مرا عندها التوام هذه البنت هذه عندها التوام من, لي من بعد شرات لهم الكونات ومن بعد وهي تقول لي واش تعطيني هاد الوليدات قلت لها لا غنديهم لدارنا لتازه حيت هما اللي جابوني عندكم هما اللي تحملوا المسؤوليه م. صافي هاد كي من بعد هي تقول لي واخا تشربي دابا حيت انت والده خاصك تشربي شي حاجه سخونه ملي شربت ديك الكاس ديال ولا لويزه ما عقلتش نعستي هي تكسر الصبح نعستي ما الصباح حتى الصبح كنلقى الدراري ما كاينينش التوام وتطبخة عاشوره وماريه أفقر ما كينيش. انا بقيت نهار واحد تنبكي هي تقول لي مدام اوفخير خصك تمشي بحالاتك صافي خرجت للزنقه قلت مشيت عند اختها واخا دابا ملي نفقتي انت ما لقيتيش ولادك شنو كانت ردة الفعل ديالك كنت كنبكي كنت مرض في الارض في الكوزينه حيت عاطينا حنا بيت بين ثلاثه الخدامات كاينه الطباخه عاشوره كاينه جوج الميناج وانا كنت كنتسخر ندير اللي تسخر ولا مشيت معهم المرجان ولا كذا دارني انا بحال الجوكر كان فين مشات مدام افقير كنمشي معها ولا بنتها ولا كذا شنو بقيتي كتقولي ولادي ولادي آه بقيت تنغوت هي تقول لي نطقت واحد الخدامه الا كتسمعني من هذا المنبر هما جوج خواتات صحراويات قالت لي سكتي انت نفيسه راه غتموتي سكتي ما خاصكش تبكي وانت باقا صغيره انا صافي سكتي وتخرج مدام افقير قالت لي خاصك تجمع حوايجك تمشي في حالاتك ما واجهتيهمش ما قلتيش لهم فين هما ولادي التوام ما لقيتهمش ما بقيت تنغوت انا عرفت شكون اللي داهم داتهم هي حيت هي اللي كانت باغاهم

مشيتي عند اختها عند اختها اه مشيت عندها صافي وهي تجي عندها مدام افقي رجعت عندها قالت لها عرفتي حنا اللي هاد انت مدخلها قالت لها اختها ما يمكنش انا نخرج بنت صغيره وهي جميله غياكلها هاد الذئاب انا ندبر لها على خدمه وغتخرج من عندي دبرت لي عند الطبيب اللي قلت لك هذاك الطبيب المشهور اللي في السويسي كيقري الاساسي خدمت عنده عامين ومو شرات لي ما كانتش كتخلصني شرات لي سلسله وزواك بقيت عندهم عامين من بعد انا نخرج في حياتي ما كانتش تخلصش بقيت كنخدم عند عباد الله يفابور غير كيف فابورين الناس اللي لابس عليهم حتى لواحد النهار تلاقيت مع واحد النصارى هما اللي كراو ليا هما اللي فرشوا ليا هما اللي قدوني هم ليا كاش وردوني بنادم عاد مشيت لدارنا عطيوني فلوس مشيت لدارنا لتازه بقاو تيبكي هما دارنا كتحاب لي موت 14 عام وانا كندور خصني عي فين نبات وفين هذا من بعد خدمت عند واحد أو عاوتاني كان ولدها بالسعليه وهي تقتل خالتي خالتي راه ولدك خرجتني 3 ايام وانا كنبات في الدروج ديال العماره وفي السطح باش ما نخرجش للزنقه واحد البنت خدامه هي اللي كتجيب لي المانطا وكتجيب لي الماكله من بعد ثلاث ايام دخلتني للدار عاوتاني خدمت ما كنتش عارفه كنت صغيره ما خفت خايفه امم من بعد نسيتي ولادك ولا بقيتي مفكره لا مشيت مشيت كمشيت عند البوليس ويقول يقول لي انت بعدا اصلا بقى صغيره شوفي كي دايره وغتولدي توا قال لي مم. سيري في حالاتك ما عرفتش انا محد ديك الساعه صغيره ما عرفت واش ضابط ولا كوبيس الله اعلم قال لي سيري انت براسك راكي قال عندك التوام من ذكرت العائله المعروفه دار قال اوف خير ما قال والو قال لي صافي سير ما عندك حتى شي حاجه عاوتاني مشيت عند واحد وكيل الملك عاوتاني هو يقول لي انت فاش خدامه قلت له فام ميناج قال لي واش انت تقدي على هاد الدراري قال لي شحال عندهم من عام قلت له عندهم 27 عام قال لي ما تقديش عليهم صافي خلي الدراري عليك في الثقه ترونكيل يعني انا باغا الدراري نشوفهم انا راه ام انا راه ام عباد الله كنت كنتعرض للتهديدات كنجي للعماره اللي في الزهوه كنتعرض للتهديد كنجي فهاد الكليف اكدال كنتعرض للتهديدات يعني انا كنت كنخاف دابا وما وقف مع حتى شي حد اللي كاين كلشي عاد ديك الساعه اللي ما كان حتى شي حاجه اذا مؤخرا عاد مشيتي عند وكيل الملك قال لك مؤخرا دابا شي عامين عامين اه دابا الولاد شحال ولا في عمرهم عندهم 27 عام 27 عام. عام وانا عندي 43 عام وهاد 27 عام لي دازت. آه كنتش من اللي دازت ما كنتيش كتحاولي انك تقلبي على ولادك كنمشي من البعيد كنمشي للبعيد البعيد كنصور الكونسياج كنصور الناس كيقولوا لي هذوك راه ما تقديش عليهم راه انت مازال ما عرفتيهمش كيسواو سيري في حالاتك احسن ما يقتلوك كنت كنخاف بزاف وعاد انا ما عندي حتى شي حد ما عندي لا لاكارت ناسيونال ما عندي لا والدي ديك ما عندي حتى شي حاجه يعني انا عيس قلب. فين ما نقلب فين غنمشي ما لقيتش شي واحد اللي يعاونني باش غنمشي انا زعما يعاوني يقول ماشي زعما يعطيني الفلوس لا غير يمشي معايا يوريني هذاك يعني الصح كنت صغيره وكنت كنخاف وكنتعرض للتهديدات وعاد المحايل اللي دازوا عليا كنخدم عند عباد الله اللي كي ما كيعطيونيش الماكله هاللي كيبيتني في الكوزينه هاللي اللي كيغير مني وانا ما دايره حتى شي حاجه انا نيتي حسنه يعني كنخدم صافي ولادك ما سمعتي عليهم الاخبار لا والو لا سمعت انا سولت مشي السوس قالت لي شي كيقول لي داتهم ماريا وفقي الكندا شي كيقول لي باعتهم لواحد النصار شي كيقول لي عطاتهم لواحد الفنان مشهور وفي ديك الفنان مشهور كان عندهم ما كيخرجش من الدار انا عاقله عليه وعارفه يعني. مزيان ما يمكنليش نذكر دابا سميتو مشهور مغربي مغربي اه وفين هي القصه الاقرب الى الحقيقه واش صيفطاتهم لكندا ولا باعتهم ولا عطاتهم للفنان المشهور ولا باقا محتفظه بهم انا كنقول كندا والفنان كندا والفنان آه. انت <applause> من بعد ما خرجتي في المنابر الاعلاميه ما تلقيتيش اتصالات ما عيطوش لك الناس ما كاينش معلومات لا ما عيطتش شي وحده عيطت لي وحده اللي قالت لي ولادك راهم عند الفنان اكدت عليا وحده عاوتاني عيطت لي قالت لي اش بغيتي من هادشي سكتي راه تقدري يقتلوك قلت لها موسى وحده كاينه ما كاينينش جوج تا غير وحده هي اللي كاينه. اتصلت بيا من التليفون كان عندك ساعة التليفون كنت غنسجل تسجيل ولكن التليفون عندي كان ماشي مزيان. صافي قالت لي ما عندك ما ديري واش بغيتي تقتلي انت وولدك. قلت لها ولدي ما يقتلوش قتلوني انا ولكن ولدي ما دارش شي حاجة في الدنيا. ولدك ولدي عنده 15 عام دابا عندك ولد واحد آخر دابا من بعد تزوجتي تزوجت واحد السيد حس مسكينة هو اللي تزوج بيا من بعد تزوجتي درتي شي وليدات دابا ولدك عنده 15 سنة عنده 15 عندي وحده. ديما كنتفكر على حقاش ما عطيتهمش في خاطري. حيت هما اللي داوهم ليا كعطيتهم خاطري ما عمري نسول فيهم وعاد كملها الجمله خرجوني نفيسة عندي 10 ايام حيت جاني 10 ايام وانا طفله راه ربي شاف من جهتي وبقى بحال بقى بحال هيدا ما الله كي كنت انا كراني على الله كي كنت كانت شي وحده كخرج للشارع انا حياتي كلها وانا كنخدم في البيوت ودابا كنخدم في المدرسه فام ميناج يعني مم. علاش داروا لي بحال هذا ملي ديتيهم تي دينيت انا معاهم نخدم معاهم يعني هم زعما ديني معاهم علاش خرجتوني الزنقه هذا هو اللي بقى فيه حال وعاد كانوا كيكملوها ويجملوها كنخدم عند اختها اللي هي زين بشنا كنخدم عند رؤوف اللي هو ولدها وكنخدم عند عبد الله وكنخدم عند ماريا وكنخدم عند عند بنتها مريم غير سكينه وسميتها وملكه اللي كانوا في فرنسا كنخدم عند هذا الشيء كامل بحال وحده قالت لي كنت خدامه عند اختها ماشي هي انا براسي ما كنتش عارفه عند من خدامه خد يعني كنمشي من دار لدار ما عرفتش خدامه واش عند اختها ولا عند ولدها ولا عند ولدها ولا عند بنتها ولا عند, عند مدام الفقير يعني كنقز وانا عندي 13 عام هذا الشيء اللي كاين دابا شنو الرساله اللي كتوجه لولادك الا كانوا كيشوفوك انا كنبغي نقول لوليداتي الا كانوا كيشوفوني من هذا المنبر كنقول لهم انا هي ماماكم الحقيقيه وماريا افقير راه غير خدرتني باش داتكم يعني انا راه ما عطيتكمش وربي اللي عالم يعني ما عطيتكمش يعني انا 13 عام انا براسي طفله يعني خصها تجيب لي الدراري نشوفهم لله في سبيل الله يعني انا راه رم... عييت الصحافه ما كيبغوش يجيو عندي صحافه معروفين بالزيان ماتوا بالخلعه ما عرفتش علاش ماتو بالقلعه يعني هذاك الصي... الناس كانوا كنتوا كنا وكنتوا علاش كيخافوا منهم الناس وعاد كانت تعرض للمعيور والسب والقذف كيقولوا كي لي انت اللي درتي داكشي بالعاني واش وحده عندها 13 عام غدير هذا الشيء بالعاني مم. ما درتهاش بالعاني انا راه خرجت غير نتسخر انا توقع لي انا براسي راه كنت ضحيه جيت من تازة انا راه كنت كنقرا خرجه من بيت ثاني كنت كنقرا نقرا بحالي بحال خوتي وعزلوني غير انا من خوتي ثمانيه د البنات عزلوني غير انا باش نمشي حيت علاش انا حيت كنت زعما كنت زعما فايقه <applause> هذا اللي اغتصبك <applause> ما عرفتيش تلاقيتي معاه ما عمري شفتو انا وما عمري شفته حيت كنا ساكنين في حدا السيلي مزه ومن بعد جينا في اكدا سكننا في اكدا مع جيت مع مدام افخر الاكدا في البرطما كبيره <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا. ما عمرو حاولت تواصل معاه دابا ما كنعرفوش انا اصلا كنقول لك ما كنعرفش واش مكارش كي الاوصاف ديالو نقي هو قصير وبيض ملي كندير واحد اللعيب على وجه حيدا من حيدان منقي زعما شفت واحد مش, مش مكر ما عرفتش علاش دار لي بحال بحال دابا كيقولوا لي في الكومونتير ياك ما هما اللي مصيفطين لك هذا الشيء ما, صن... ما نعرف ما تنظنش واش هما اللي زعما مصيفطين لك هذه السيده باش يتعدى ولكن الله اعلم شي كيقول لي واقيلا ولدتيهم مع ولادهم ولادهم ما عمرهم اذوني وما عمرهم مسوني ولادهم كانوا كيحتارموا كاحترام لا ما عمرهم اذا هذا اللي اللي, اللي مشيتي تسخري اغتصبك اه اغتصبني انايا وجيت الصبح قلت لك ما قالت لي والو حتى قالت لي فيك كنتي قلت لك كنت عند البنت اللي خدامه حدا بيتها مع قالت لي صافي دخلي ما قالت لي حتى شي حاجه مني بانت كرشي قلت لها شنو واشني عاودت لها ما قالت لي لا البوليس لا حتى حاجه <متحدث> و ملي نهز عليك الموس وشداك لشي دار ولا فين؟ الثاني فواحد البلاصه في التقدم بيت فواحد البلاصه مشيتي معاه انت خفتي ومشيتي؟ اه مشيت بقى داير لي الموس هنا في الخر قال لي زيدي عادي ما غنضربك ما هو ما نقيسك ال... ما هو غير زيدي. فواحد هبطني بعدا فواحد البلاصه فواحد الواجهه التقدم حتى ما نعرفش تلك البلاصه عاد من بعد داني فواحد البلاصه بحال الديور. شنو اللي الرساله اللي كتوجي لهذا اللي اغتصبك؟ كنقول له حسبي الله ونعم الوكيل فك ودوك الدري شنو ذنبهم انا براسي شنو ذنبي شنو درت انايا؟ ما درت شي حاجه انا حياتي كلها بقيت على ود الدراري في الرباط كنقلب تنسول كنخدم من دار لدار 14 عام وانا خدامه غير هيداك بلا فلوس بلا شي حاجه دابا تقريبا شي سبعه ديال الناس اللي داو لي رزقي ما عمر ما عطاوني ريال من غير الطبيب اللي سألت لي مو زواج وسلسله دارت عليا في عنقي صافي ولي الاخيره شنو بغيت توصلي كنبغي نقول لخوتي المغاربه الله يجازيكم بخير تعاونوا معنا ما بغيت حتى شي حاجه بغيت غيركم ما تيقوا بغيتكم بيتيقو تيقوني وما تبقاوش عايروني في الكومونتير وبغيت شي جمعيه توقف معايا وحقوق الانسان وكل شيء اللي بغيتو يعاونوني يعني باش نلقى دري التوام ما بغيت حتى حاجه دابا بغيتي غير ولادك بغيت غير ولادي التوام ولكن إذا كانوا مثلا لنفرض مثلا لن على ان ولادك يكونوا كبروا تبارك الله ولا شي شخصيات مهمه في البلاد نتمنوا انهم يكونوا عاشوا واحد الحياه كريمه اللي ما قدرتيش او ما كنتيش غتقدري توفر عليهم بقيتي معاهم لان كما كتقولي انت الله يحسن العوان العين يعني بصيره واليد قصيره آه. أه يعني ما كنتيش تقدري انك توصليهم ولا تقريهم واش كتعتقدي على انهم يقدروا يرجعوا لك زعما لا بعدين نشوفهم من الاخر بغيتي تشوفيهم لله في سبيله بغيت نشوفهم لان انا حملت بهم 19 شهر وفاتحه عليهم راه عارفين كلشي يعني بنت 13 عام غتفتح يعني وداز عليا العذاب وبزاف د الحوايج راه ماشي سهله وعاد هذيك اللي داتهم ليا ماريا افقر ما كانتش كتعاملني بعدا اصلا مزيان وبغيت نقول لهم زعما انا راه ما عطيتكمش راه هي اللي داتهم تخدرتني عدت لان انا كنت شويه فايقه وكنت في شكل عنيده في شكل دايره حيت قلت لها ما غاديش نديهم غنديهم لدارنا هادشي كلمه اخيره عرفنا القصه ديالك مم. فهمنا بانك كنتي بنت صغيره جابوك خدمتي عند واحد العائله من بعد خرجتي تسخري شتوك اغتصبوك حملتي ولدتي دولة لك ولادك دابا دازت 24 سنه 26 عام 26 سنه اللي دازت آه. والان انت خرجتي آه. كتقلبي على ولادك وكتعاودي القصه ديالك كنعاودها لكل شيء وبغيت غير شي حد يعاوني ما باغا لا فلوس لا والو ما عمري قلت شي حاجه بغيتي غير صوتك يوصل آه وتلقاي ولادك آه وقال وقا وليداتي وما يبقاش الانسان يحكموا على بنان انا شنو ذنبي انا اللي كتقولي لي انت راه مشيتي معاه بخاطرك كنت معي؟ لم أكن معايا ما كنتوش معايا انا راه هذيك السيده هددني وراه بزاف د انا اللي كيقولوا لي علاش ما تتبكيش كي غادي ندير وانا تقريبا 20 عام وانا تنبكي وبغيت غير الناس يوقفوا معايا لله في سبيل الله انا ما بغيت حتى شي حاجه من هاد الدنيا هادي الحمد لله يا ربي كنخدم على قد الحال والحمد لله بغيت غير شي حد يوقف معايا ويساندني الله يجازيكم بخير الله يطول عمركم وكنبغي نشكر واحد السيد اللي هو واحد الصحافي يلا بدا الله يسهل عليه ديما فين ما في ليه كيجي عندي الله يجازيه بخير الله يجازيه بخير اذا مشاهدينا الكرام أه. شفتوا القصه ديال اليوم أه بدات من المتاجره ديال الاباء في الابناء ديالو الاب سامحهم الله ماشي كل الاباء طبعا حنا كاباء وعندنا وليداتنا وبناتنا تمار عليهم باش نوفروا لهم الحياه الكريمه لكن كاين بعض الاباء سامحهم الله اللي كيبيعوا أولادهم باش يخدموا خادمات في البيوت البنت اشتغلات في, في بيت مع عائلة خرجات للزنقة تسخر جا واحد هز عليها موس هز عليها موس باش يرضي النزوات الرخيصة ديالو باش يلبي الرغبات المكبوتة ديالو واحد الرغبة واحد النشوة ما كتفوتش دقيقة او جوج او ثلاثة ديال الدقائق هو عند بالو راه صافي راه كيستمتع ثلاثة أربعة دقائق النشوة ديالك كتسالي ديك ثلاثة ديال الدقائق تسببتي في أنك دمرتي حياة ديال أم لأن النشوة ديالك أنت جعلنا حمل ومن بعد الحمل الأم تعرضت للسرقة وماشي أي سرقة سرق ولادها وعاشت معاناة حياتها كاملة عشرين عام ديال المعاناة الوقت والزمان عليها وزدتوها حتى نتوما ما تبكيش تبكيش ما تسبوا قبلك يا كيعايروني شكون يا انت ضحيه ما كاينش اللي غيسبك ويعايرك في الكومنتات انت تعايروني بزاف اللي زي يقول لي انت لابسه مزيان انا لابسه مزيان عيسى مولفاش ديك التكرفيس كنلبس مزيان كنخدم في الميناج باش نلبس هما اللي علموني نلبس وحنوا عليا الله يسهل عليك نتمنوا على انك تلقاي ولادك وان شاء الله مشاهدينا الكرام نتمنوا على ان القصه تكون هي ديالها سعيده ونحضروا لوقيته ديال اللقاء ديال بهجه امين مع ولادها التوام ان شاء الله ونصور لكم ديك اللقطه وانا متاكد بان غيعجبكم حتى انتم الحال مشاهدينا الكرام الى هنا تنتهي حلقتنا مسخنش بكم ونتلاقى معكم قريبا شكرا دائما شكرا لك اخويا الله يجازيك بخير تبارك الله عليك الله مرحبا بك تتبخل. في اي وقت شكرا مشاهدينا الكرام والى اللقاء